والرئاسيات قلتها ونعاودها، الرئاسيات الحاليه ماهيش كما سابقتها، عندها طعم اخر، عندها طعم اخر. لابد ان نقضي على العزوف والناس تمشي لصناديق الاقتراح من اجل الجزائر، من اجل الجزائر والجزائر فقط، لان الجزائر صبحت بعض الجهات تغير منها، ارادت ان ترجع هذا الوطن كما بعض الدول، ولكن يقار البلاد هذه فيها رجال وفيها حراير. المرأة اللي كانت عبان ثورة تحريرية راهي موجودة اليوم، السلالة نتاع فاطمة نسومر، تاع مريم بوعتورة، تاع حسيبة بومبو علي، نتاع عزيزة ماسيكا، مازالوا نفس الشيء نتاع كل الناس. إذا نتمنى التوفيق والنجاح ليكم، وتحية الجزائر.